إلى الملف العراقي، حيث التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التقى رئيس التحالف الفتح هادي العامري لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، وناقش الطرفان مخرجات العملية السياسية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية. وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في بيان رفضه لمخرجات الجلسة الأولى للبرلمان وعدها غير قانونية في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت محمود المشهداني عن الجلسة بعد تعرضه لوعكة صحية. وكانت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد قد شهدت دخولاً استعراضياً مميزاً لنواب كتلة امتداد المعارضة والمنبثقة عن حراك تشرين، إلا أن صخب الجلسة والقضايا التي أججتها الكتل التقليدية تؤكد أن مسيرتهم للتغيير حتى وإن وصلوا إلى السلطة التشريعية لن تكون سهلة. نتابع. لم تغب ذكرى ثورة تشرين في افتتاح البرلمان العراقي الجديد، لم يمحى من الذاكرة السبب الحقيقي حكومة عادل عبد المهدي، وأتى بالمتغيرات الحالية وتكريما لشباب الانتفاضة قدم النواب على ظهر دراجات التوك توك النارية كبادرة شكر لما قدمه سائقو هذه المركبات خلال حراك اكتوبر 2019. ويبدو نتائج ذلك الحراك لن تكون يسيرة حتى وإن وصلنا للأمتار الأخيرة، فلا يزال أمر الكتلة الأكبر يشكل أزمة يقف أمام تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء إثر الصراع الدائر عليها بين الصدريين والإطار التنسيقي. الشعب من طلع بثورة تشرين العظيمة راد شيء وطلعوا شيء، يعني جماعة التوك توك تقليد ليس إلا، وأغلب أحرار تشرين راضيهم. ما يليق بالبلد، يعني شنو مهزلة هاي، يعني ذولا باعتبار يمثلون الشعب فيكون قدوة هم للشعب، أما كل واحد جاي بشكل وهذا استهزاء بالناس يعني. جلسة الافتتاح كانت مليئة بالرسائل السياسية، ولوحظ ذلك بدخول النواب المنتمون إلى الكتلة الصدرية وهم يرتدون الأكفان تعبيرا عن أعلى درجات الاستعداد للموت والتضحية في سبيل التمسك بالفكرة والمشروع. وفي الجهة المقابلة من المجلس اختار نواب تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي ارتداء الملابس العسكرية في رسالة تهديد واضحة برفع السلاح بوجه كل من يخالفهم. ما مثلوا الشعب بصورة صحيحة حسب ما أشوف، يعني من لبسهم مو كتصرفاتهم أو كلامهم. الشيء مو حضاري أول نهاية، هو اللي يريد يمثل صورة ياخذ صورة يعني من الشارع العراقي يقدر يوصلها يعني بصورة أفضل. وأثارت أزياء النواب الجدد وطريقة وصولهم إلى البرلمان سخرية واسعة على مواقع التواصل، معتبرين إياها حالة من الاستعراض الإعلامي الذي لا يمثل أي حالة جادة في الخوض بمحاسبة المقصرين في إدارة الدولة العراقية فيما عده آخرون رمزية مهمة للمرحلة المقبلة وما قد تشهده من صراعات بين القوى المختلفة. بعضهم جاء يرتدي الأكفان والبعض الآخر يرتدي الملابس العسكرية، فيما وصل آخرون إلى البرلمان بعربات التوك توك في مشهد أثار انتقادات واسعة لدى الشارع العراقي. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. أهلا بكم مجددا، ومن بغداد ينضم لنا الباحث السياسي الأستاذ بسام القزويني. سيد بسام، أبدأ من الإطار التنسيقي الشيعي ورفضه لمخرجات جلسة البرلمان، وقال بأنه نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه. ولكن في إطار ثاني الكاظمي التقى العامري، فماذا نتوقع؟ طاب مساءك. ومساء. ما جرى في جلسة مجلس النواب حقيقة هو إجراء قانوني استنسابي دستوري، بمعنى أنه عند غياب رئيس السن حقيقة يمكن للأصغر سنا منه أن يتولى المسؤولية واستكمال الجلسة. بالتالي الإطار التنسيقي يعلم جيدا بأن العدد الذي تحدث عنه غير دقيق، وأنه لا يمكن تشكيل الكتلة الكبرى أو النيابية الأكثر عددا، وأيضا هو يفهم جيدا نوع التحالف الجديد أو الترويكا التي يقودها الصدر مع الكرد ومع عزم وتقدم لغرض الإنشاء أو تأسيس مرحلة جديدة من حكومة ذات أغلبية حقيقة، والدفع بأن يكون الإطار بعيدا عن السلطة التنفيذية لكي يتسنى حقيقة المضي بشعار الذي تكلم عنه الصدر في محاربة الفساد وأيضا القضاء على سلاح الميليشيات. بالمقابل
السيد الكاظمي هو ليس طرفا في مشروع سياسي، بمعنى أنه لم يرشح نفسه للانتخابات ولم يدخل في حزب سياسي، وبالتالي هو كمسؤولية رئيس مجلس وزراء يذهب باتجاه التهدئة وانتهاج القوى الهادئة لغرض كبح جماح السلاح المنفلت، وبالتالي ذهب اليوم إلى العامري لغرض التهدئة وإطعام العامري أنه لابد من هضم موضوع إنشاء الرئاسات واستكمال هيئة رئاسة البرلمان، وأعتقد في أن هذه المعادلة هي ستكون مكررة للرئاسات السابقة، بمعنى أن حتى الآن السيد برهم والسيد الكاظمي هو الأقرب أيضا للظفر بولاية ثانية، بالتالي هو يدفع باتجاه أن تكون هنالك عدم وجود قوى التي تعترض في الظرف الحالي لتتحول إلى معرقلة ثابتة أمام حقيقة تحديات جسام يمر بها العراق على مستوى الاقتصادي. أيضا هنالك بعض التحولات الإيجابية التي استطاع السيد كاظمي في الآونة الأخيرة تحقيقها في الجنبة الأمنية، في الجنبة السياسية، في العلاقات والتوازنات الإقليمية، حبن منطقة حقيقة من رذاذ الإرهاب وأطعمها أيضا استقرارا. بالنتيجة هذه التحديات وضعها أعتقد السيد كاظمي أمام العامري باعتباره رئيس كتلة نيابية، وأيضا لديه نفوذ على السلاح المنفلت، وبالتالي أيضا الحد من العمليات التي طيب تقوم بها الفصائل القاذفة على الدولة تجاه اليوم أرتال التحالف الدولي ومعسكرات العراقية. طيب اليوم رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الدولي الأوروبي للدول عالية الخطورة في موضوع الإرهاب وغسل الأموال، وبالتالي إذا استمر التعنت الشيعي في موضوع رئاسة الوزراء قد يخسرون كل شيء، وأيضا يعود العراق مجددا إلى وضع الفوضى لا قدر الله. يعني ما تحدثت عنه أن هنالك ربما الإطار التنسيقي قد يخسر النقاط المتبقية التي لديه بعد أن خسر الكثير من المقاعد النيابية، وهذا بالتأكيد ما ينقل العراق إلى مرحلة صعبة، خاصة وإن بعد تظاهرات العام 2019 وما حدث من قتل المتظاهرين ومعظم الاتهامات تشير إلى دور الميليشيات فيها، بالتالي هذا يؤشر إلى أن هنالك عقوبات تجوب وتحوم حول التخوم المائعة لهذه القيادات السياسية، إن كانت عقوبات ماغنسكي كما حدث مع الفياض، أو كانت كعقوبات وفق الأمر التنفيذي 13,224 كما طال أيضا قيادات مهمة كالخزعلي وغيرها. من نتيجة هذا قد ينسحب على بقية قوى الإطار التنسيقي، على بقية من اشتركوا في الفساد وفي عودة العراق إلى مربعات الطائفية وغيرها، وبالتالي أعتقد في أنه سيصار في أن الإطار التنسيقي لن يقدم على تصعيدا، ليس من باب تمرير العملية السياسية بسلام، بل من باب الدفاع عن النفس. هو يعلم جيدا بأن بعض قواه أصبحت على المحك، وأن هناك كما طالتها عقوبات دولية قد تفرض عليها عقوبات إضافية كقاتسا وغيرها، خاصة على سبيل المثال شيء بالشيء يذكر مشروع الطائرات المسيرة الإيرانية في الآونة الأخيرة الذي وضع أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب في أمريكا، وبالتالي هذا ينقل الصراع إلى مرحلة جديدة، بأن حتى استخدام نوع الأسلحة التي تستهدف ضد التحالف الدولي في العراق قد تخضعها إلى العقوبات الدولية أيضا. طيب سأواصل معك سيد بسام، ولكن بعد أن نلقي الضوء على ما قاله أو تفاصيل ما قاله الرئيس مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية من أن رفع اسم البلاد من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمة في تكريس الدبلوماسية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن، وأكد الكاظمي على ضرورة استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد على جميع الأصعدة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها. عاد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان لولاية ثانية محمد الحلبوسي فيما اتفق الحزبان الكرديان على مرشحيهما للرئاسة، ويبقى منصب رئيس الحكومة مشروطا بتوافق الكتل الشيعية. نتابع. We'll be right back.
طيب سيد بسام، إذن حلبوسي مجددا لولاية ثانية، الكرد يقولون رئاسة الجمهورية ستكون لنا، بالطبع لن يتخلوا عنها، لكن التوافق الشيعي الآن على رئيس وزراء، هل تعتقد بأن الأمر ميسرا؟ مقتدى الصدر قال اختيار الرئيس للبرلمان ونائبيه يمثل أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، وهذا مبشر للعملية السلسة التي ستكون تستكمل باقي الرئاسيات. يعني هنالك سيناريوهات عدة، أعتقد في أن موضوعة رئيس مجلس الوزراء هو كموضوع رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بمعنى أنه لا أعتقد أنه سيشرك الإطار التنسيقي في اختيار شخص رئيس الوزراء، لكن في قبال ذلك هل الإطار التنسيقي سيقبل بالذهاب تجاه معارضة متحدية في البرلمان، أم سيختار النفاذ إلى منصب نائب رئيس الجمهورية على سبيل المثال؟ بالتالي هنالك فرق في السلطة التنفيذية، هنالك بابين، الباب الأول هو رئاسة الجمهورية، الباب الثاني رئاسة مجلس الوزراء. لكن في النهاية أعتقد في أن إصرار الصدر، الخطاب الذي تعودنا عليه بعد إعلان النتائج في حكومة الأغلبية والذي تحقق في هيئة الرئاسة للبرلمان، أعتقد في أنه سيستكمل للشوط الثاني بعد نجاح الشوط الأول، وبالتالي سيستبعد الإطار التنسيقي من الاشتراك في الحكومة إلا إذا انسحبت بعض قواه، تجزأ الإطار وذهب باتجاه المشاركة مع الصدر. على سبيل المثال كانت هناك تجربة في العام 2018 للعامري بالاشتراك مع الصدر في اختيار عادل عبد المهدي في حينها. ربما قد يتكرر المشهد، خاصة وأن بعض قوى الإطار التنسيقي تخشى من المساءلة من الملاحقة القانونية، وقد تحاول الدفع بنفسها للاشتراك في الحكومة، وبالتالي هنا العصا وهنا الكرة في ملعب الصدر. الصدر سيقرر إلى حد كبير شخص رئيس الوزراء وأيضا البرنامج الحكومي، وأعتقد أن في هذه الجنبة مسؤولية كبيرة سيتسلمها الصدر، وأعتقد في أنه لن يتراجع عنها وسيصر طيب على شعاره الذي تحدث عنه الإصلاح، والذي من الممكن له أن يحققه بمحاربة الفساد، وعليه أن يبدأ بجميع القوى السياسية دون استثناء وحتى تيارا. أنا أشكرك من بغداد الباحث السياسي الأستاذ بسام القزويني، شكرا لك.